النهارده وصلنا لفقره اللقاء الاسبوعي، ومعانا النهارده ضيف عزيز جدا وداعيه له طريقته الخاصه في الدعوه، وعنده افكاره اللي تمسك بها سنوات طويله وتعرض بسببها للابعاد والاضطهاد. هيكلمنا عن حكايته مع الدعوه ومع الحياه بشكل عام. ضيفنا النهارده في واحد من الناس الداعيه دكتور عمر عبد الكافي. شخصية لها مكانتها الدينية المحترمة، ولها مكانتها في قلوب الناس بشكل عام، وفي قلوب المسلمين بشكل عام، وفي قلوب المصريين بشكل خاص. العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي في واحد من الناس. اهلا بك دكتور، وسعداء جدا بهذا اللقاء، وشاكرين يعني هذه المكرومه من وجودك معنا في هذه الحلقه. والله شكرا لكم موصول ولمشاهديك ولفريق الفن معك والبرنامج، وتهنئتنا ببدايه هذا البرنامج ان شاء الله بالخير، ان يجعله وان يجعلك مفتاح خير مغلاق شر، ولا يجعلكم يعني مغاليق خير مفاتيح شر ان شاء الله باذن الله. دكتور، احنا زمان كنا محرومين منك، وكان النظام السابق كان حرمنا منك، وانا اعرف يعني قد ايه انت يعني كم لقيت من هذا النظام. لكن النهارده بعد ما النظام سقط والثوره قامت والامور تغيرت، حضرتك ليه ما رجعتش مصر؟ اولا احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وانا اعتبر يعني موجود في مصر حتى بعدم وجودي في السنوات الماضيه، موجود قلبا وقالبا مع تابعه الاحداث والتواصل مع المحبين. والعالم الان اصبح يعني مش قريه صغيره، اصبح شقه صغيره، غرفه صحيه. فالحمد لله ده الانسان يعني مصر بالنسبه للانسان انا بايجاز بسيط، يعني ذره من ترابها وقطره من مائها، فيعني ان تفصل القطره من بحرها ففي مداه منتهى امرها. فامر طبيعي ان يكون الانسان في مصر حتى وان كان بعيدا عن مصر. قد اكون مفارق لها احيانا بالجسد، لكن انا قلبا وقالبا وعقلا وفكرا، ولان مصر بعد الله هي صاحبة الفضل علينا جميعا في وجودنا وفي تعليمنا وفي علمائنا وفي ناسنا البسطاء والعباقرة الذين يدعون عنهم انهم مثلا فيهم امية او جهة. الامي المصري عقله يعادل عقل اينشتاين يعني، وهذه ملكة تاريخية من فراسة اللي عنده هبة الله. فيعني اتمنى ان اكون متواجد اكثر ان شاء الله باذن الله. هل نامل الفترة القادمة بحول الله يكون في استقرار اكثر باذن الله؟ ناوي حضرتك على كده؟ باذن الله طبعا، نية قائمة طبعا من زمان ان شاء الله باذن الله. يعني انا عارف يعني من زمان، لكن نتمنى بقى ان نشوفك الفترة الجاية ان شاء الله. بحول الله بحول الله ان شاء الله رب العالمين. الظلم وحش. الظلم حرمه الله على نفسه. وانت تعرضت للظلم. كان شعورك ايه وانت تشعر بهذا الظلم يا دكتور؟ هو الانبياء تركوا ميراثا من نوعين، علما وابتلاء. فان قل حظك من الابتلاء فقد قل حظك من ميراث النبوه. فلازم تفهم على هذا، واذا لم تفهم على هذا تتعب. الظلم طعمه مرير. والاتهامات الجزافيه التي يتعدى الناس فيها على الناس، يعني الشيء يعني يحرمه رب العباد عز وجل. لكن لما تاخذ الامر ان يعني ان لم يعني يغفر لك بتوبتك او ترتفع درجات بحسناتك، فانت تبقى لك الحسنات الكثيره من ظلم الظالمين. حتى يعني لو يعلم الظالم مال المظلوم عنده لفر من ظلمه، بس هو ما يعرفش ولا يعرف. ولكن بلا شك طعم الظلم مريض. ولكن لما يعني تعمل الدش او السفرات نحو احتسابك الامر في صغير الامر وكبيره لله رب العالمين،
انتهى الموضوع. كنت حضرتك تحس بايه وانت تشعر بالظلم من النظام السابق؟ كنت تعمل ايه وتقول ايه؟ لا هو القضيه ان يعني ما انت ترى يعني انسان يعني ليس له في الدين ماشي، لكن ان تصير كارها للدين دي المعضله اللي الغريبه على المصريين. يعني المصري حتى شارب الخمر ربنا يعافينا والبعيد عن الدين تماما، لكن ده يكره الدين. لكن النظام السابق كالنظام الذي قبلها والذي قبلها على مدى 6 عقود معرفش كانوا مختارين ناس يبغضون دين الله في بغض، فيبغضون من يحملون دين الله ويبغضون من يحملون كلمة أو الذين تصل كلماتهم إلى قلوب الناس وعقولهم، فهم كراهية الدين. فهو لا يعاديني أنا، هو يعادي رب العباد عز وجل، إنسان يعني مشفق على 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 الظالم. ولذلك يقول العلماء لا تدعو على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. يعني فالإنسان يعني أنا لم أذكرهم لا في جملة مفيدة يعني لا مدحا ولا ذما. يعني شعورك حضرتك كنت مضطر تسيب مصر وتطلع برا مصر عشان نظام كامل بيحاربك، كان جواك ايه؟ هل في مرارة؟ هل دعيت عليهم؟ هل قلت ايه؟ هل كنت يعني يعني بتحاول انك انت تطمئن نفسك ازاي؟ تقول ايه لنفسك؟ لا شوف مكة لم تصلح للنبي صلى الله عليه وسلم كأرض للدعوة. نعم. فلما هاجر للمدينة وعاش فيها لما جاء وفتح مكة كان أمر طبيعي جدا أن يستقر بمكة. أمر طبيعي جدا. لكن المفاجأة المذهلة لنا ليعلمنا عن عالمية هذه الدعوة أنها ليست أرض محددة. والدعاء ليست لهم أرض. يعني الأرض هذه تقسيمات جغرافية. وأنا رجل أكره العنصرية وأكره القبلية، ولكن يبقى الإنسان مع أرضه وبلده محبا لها كما كان الرسول يحب مكة. يا مكة تعلمين أنك أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرج. لكن حقيقة الأمر عندما تحتسب الأمر لله وتجد تعويض عجيب بعد أن كان الإنسان محلي أصبح يعني تقريبا أنا كل أسبوعين أركب من الإمارات إلى أقاصي الأرض في مؤتمرات ومنتديات ولقاءات و يعني اشياء لخدمه الدعوه وخدمه الاسلام من الصين الى ماليزيا الى اسكندنافيا الى شمال كندا الى كيب تاون في اخر بقعه في جنوب افريقيا. ليست هناك بلد الا ما قمت بالدعوه فقلت سبحان الله يعني الله يريد امرا. فهذا كان يعني مش يعني يسليني كثيرا ان يعني مش يسليني من باب التسليه او باللغه يسليني يعني يخليني يعني اتسلى بمساله ال يعني او تقر عيني بمساله نشر الدعوه. هذا الشيء يعني وكان هذه مهمه رغم بعدك عن الوطن رغم بعدك عن الوطن احنيني اليه دائما. يعني قال شوقي وطني لو شغلت بالخلد عنه نزعتني اليه في الخلد نفسي. وبالذات وطن كمصر لو طبيعه خاصه. يعني مصر اذا كان الانسان خلق من طين فالمصريين يبدو طين النيل. المصري قابل للقولبه لانه مش من حجر. لا المصري طين يعني هو من طبيعة أبيه آدم. فالطين قبل أن يتقولب. فالحمد لله ربنا قولبنا في قلب الدين وده نعمة من الله. الحمد لله ربنا. الحمد لله. لو حبينا نرجع بالذاكرة للبدايات. نعم. بداية الدكتور عمر عبد الكافي وحياته الإنسانية والاجتماعية. كلمني عن نشأتك وعن أسرتك دكتور. والله عمر ابني صادقا أقول لك أنا ما زلت أحبو على مدارج العلم. ويظل الرجل يتعلم ويتعلم فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل. والإنسان يأخذ العلم من هنا ومن هناك لأن الفكر الإنساني يعني يبدع. والإنسان كلما اكتشف شيئا في العلم كلما اكتشف جهلا. نعم. يعني كلما تعلمنا زيادة كل يعني اليوم الذي يمر مثلا دون أن أقرأ كتابا جديدا أو أطلع على أمر جديد أو اختراع جديد أو شيء أشعر أنه نقص من حياتي الكثير. فالحمد لله ربنا حببني في القراءة وأنا صغير. والوالد والوالده كان ليهم دور في والله اكيد طبعا يعني الوالده كانت من الحفظ على كتاب الله سبحانه وتعالى رحمه الله عليها ومن اسره علم يعني. والوالد رحمه الله كان كبير القريه ويعني يشار اليه بالبنات. خالتي حضرتك؟ خالتي التله في محافظه المنيا غروب المنيا بعد المنيا العصبة صعيده يا فندم صعيده صعيده الله اكبر واضح حتى في الاراء. فحقيقه الامر القريه كانت فيها العجب تعج بدروس العلم ونحن صغار في المرحله الابتدائيه والاعداديه تربينا على ايدي علماء كان الاخلاص في دمائهم. تعلمونا الخلق قبل ان يعلمونا الدين. ولذلك لما تجد انسان ذو علم ديني ومن ناحيه الخلقيه مش منضبط
طلع في فلتات لسانه وده خطر على الدين وخطر على الدعوه. حتى في امر التزويج لما يجي لبنتك واحد ذو دين فقط ما تعطيهوش بنتك، لا لازم الجانب الخلقي. انا عندي قد بنتي لواحد يعني 80% خلق و 50% دين السريح ده ما عملش العكس. فالحقيقه علمونا يعني الخلق، وبعدين حببونا في اللغه، فحببونا في قراءه القران وحفظه، فحببونا في ان احنا الدراسات الدينيه دي حتى نحن كاننا هواه. يعني ما هو عظمة الإسلام أنه ليس فيه رجل دين، عندنا رجل الدين، عندنا عالم بالدين حيث مع رجل الدين. يعني أي واحد يحفظ عني أفضل يصلي به. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل بعثة قال من أحفظكم لكتاب الله وفلان وخلاص وانتهى الموضوع على كده. فعندنا رجل دين، لكن نحن يقيم أمر الله سبحانه وتعالى. في علماء بالدين درسوا، وبعدين المثلث المنقوص عندنا جميعا، انا عندي نص وعندي واقع وعندي نوعين من العلماء، عالم يجيد انزال النص على الواقع وعالم لا يجيد. بس يبقى العالم الذي يجيد ده ما فيش داعي ان ايه يحتك بواقع الناس، خليه كده في المسجد يعلم الناس كيف يصلون كيف يزكون يؤدين فرائضهم. لان ايات العبادات في القران 10 ومئة آية، 110 آية بس، والقرآن 6236 آية. فلما تعمل نسبة وتناسب تجد أن العبادات في الإسلام جزء والمعاملات في الإسلام 62 جزء، فإحنا عطلنا 61 ومسكنا في الواحد وعملنا مشكلة. فأصبح إحنا يعني زي ما الشعر يقول إيه، فوالينا أدام الله والينا، رأنا أمة وسطا فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا، ضاع دي وضاع دي. يعني وطني أيها الأرمد ترعاك السماء، أصبح الوالي هو الكحال فأبشر بالعمل، لأنه هو الوالي والكحال، والوالي لا يرى والأعمى يقود بصيرا لا أبا لكم وقد ضل من كانت العميان تهديه. لو تركوا الناس على طبيعتهم واختار الناس دون أن نصنع قضية، ده صنعوا قضية من اللحية والنظام وقف ضد مش عارف حجاب النساء والنساء. طب ليه ده كله تسيب الناس حلقة غير حياتها؟ بس أترك الناس. والشعب المصري العالم كله كان بيبحث عن لقمة العيش من 7000 سنة وعشرة آلاف سنة، والفراعنة والمصريين كانوا يبحثون عن قضية التوحيد ورسم الدار الأخيرة والميزان والصبر على معابد. إذن كان في هذا الوقت الفايكنج في الشمال بقراصنة البحر بيطلعوا يأكلوا الناس ويرمون في البحر وكده، وكان الملكة هذا بس 49 سفينة بتأخذ الأفارقة العبيد كتجارة على السفن توديهم العالم الجديد، وكل سبحان السفينة عليها قس يبشر بتعليم السيد المسيح. وزي دايما أقول أن النصرانية الحق والمسيح الحق. عندنا من الشرق يعني المسيحية في أوروبا دي مستنسخة، دي مش مسيحية، لا علاقة لها بالمسيح. لكن المسيحية الحق إذا أرادوا مسيحية حقا يجوا عندنا ياخذوها حقيقة من هنا، لأن إحنا أصل مسيحية. يعني الشرق المسيحية الشرقية هي أصل مسيحية، أما هناك في مسيحية بابوات عندهم خبر في العقول، لذلك هي مختلفة الكنيسة معهم، لأن حقيقة لهم أن يختلف الكنيسة أصلا، لأن عيسى مش عصبية للشرق، سيدنا عيسى هذه يعني دعوات المحبة والسلام. أما الذي نراه من الغرب دي مش مسيحية، مسيحية مضروبة يعني زي ما بيقولوا، أو يعني باللهجة المصرية. يعني الحمد لله رب العالمين، الاب والام حطوا بين الناس دي في حطوا، والحمد لله رب العالمين. كان معروف في كانوا عايزين تطلع يا دكتور، يعني كانوا عايزين حضرتك تطلع في اي مجال في اي والله تجال. كان اخويا الاكبر الدكتور محمد انت كم اخ عليه كان يتمنى كم أن اكون طبيب، كم اخ انت؟ هو كان الدكتور محمد رحمه الله عليه، وبعدين علي وعمر وابو بكر، وكان في عثمان ومات الله يرحمه، احنا يعني اربعه وبنتي ربنا يبارك فيهم. فكان يتمنى اخواننا ان التحق بالطب، وانا الحقيقه ما كانش ليا في الطب، فالتحقت بكليه الزراعه، لان كليه الزراعه هي كليه يعني تجعلك ايضا قريبا من الطين. ولذلك يصعب عليا لما يقول لك ايه الجماعه اللي بيتصفوا بالثقافه المصريه يقول لك ده فلاح. يا عم احنا صايدين نبقى فلاح، هو من ساعه ما دمرنا الفلاح ضاعت مصر. صحيح ده احنا خلينا لا زراعيه ولا. انا اول مره اذكر في اخر الستينات انا رحت اوروبا، وبعدين الطياره نازله في جنيف وجيت بالخضره الغريبه، الله هم اللي بيدرسوا لنا ان مصر بلد زراعيه، امال انت بلد ايه؟ فالمشكله في الذين يتقوقعون داخل قراهم او اراضيهم، تصبح عصبيه
مكروهة في الإسلام أن يشعب أن بلده هي أم الدنيا وأبوها. لا لا، العالم يموج بتيارات. الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقنا بعلماء فضلاء تعلمنا عليهم وجلسنا عند أقدامهم حقيقة. واللي أثر فيها كثيرا أننا في يعني من السبعينات وأنا كنت ملازم 25 سنة للشيخ الغزالي وللشيخ الشعراوي، فأثر الاثنين الكبار دول أثروا حضرتك جدا. أثروا تأثير إزاي أثروا فيه؟ أنا لم أكن أرى من هذين. هل أولا الشيخ الغزالي رحمة الله عليه مختلف عن الشيخ الشعراوي في الأفكار ولا كان فيه مختلفين تمام؟ إزاي أثر بقى؟ الشيخ الغزالي عبارة عن عقل الإسلام المفكر. نعم. وكان الشيخ الشعراوي قلب الإسلام المتحرك. وكلاهما اتصل بالخدع، أن أنا جمعتني بهم جلسات طويلة الاثنين. والعبد لله كان الشيخ الغزالي رحمة الله عليه يقول نروح نفطر مع الشيخ الشعراوي. عندما تجلس، والندم الوحيد الذي ندمته أنني ما سجلت هذه اللقاءات. ثلاثة يعني ثلاثة أربع ساعات مع بعض. فلكن تتخيل إذا تكلمت في الفلسفة فكلاهما أرسطو وأفلاطون وابن رشد. إذا تكلمت في الأدب فأنت أمام الأصمعي كلاهما. إذا تكلمت في الشعر أنت أمام أبو الطالب المتنبي وأحمد شوقي. إذا تكلمت في موسوعيين، إحنا ينقصنا العالم الموسوعي. ينقصنا. ولذلك حتى تجد بعض العلماء الذين درسوا الدراسات اللي يقولون عليها المدنية، زي مثلا الهندسة والزراعة والطب، لما يتكلم في الدين إذا درسه يبدع. يعني كان مالك بن نبي العبقرية كان مهندس ميكانيكي. دي عبقرية مهمة. يعني دي لمسة المعمل بتظهر في كلامه. نعم. فدي مهمة. الحقيقة يعني راح نبض شوية بعد الجامعة. نضجت على يد هذين الكبيرين، طبعا شيخنا القرضاوي ربنا يبارك في عمره، تعلمت من الشيخ القرضاوي دماسة الخلق، تعلمت من الشيخ الغزالي اطلاق العقل بحدود الشرع، اطلاق العقل وحده كده يضيع، وتعلمت من الشيخ الشعراوي ان الانسان يجب ان يصلح علاقته بربه من ناحية القلب فتضيء جميع جوارحه. الله. يعني انا كنت ارى ان الشعراوي عندما يتكلم كان يعني قلب متكلم بس في صورة لسان. والشيخ الغزالي إذا تكلم فكان سبحان الله العظيم يعني يتكلم عبارة عن عقل في صورة لسان. الشيخ القرضاوي عبارة عن موسوعة فقهية. يعني إذا كان هناك من المجددين في هذا القرن فنعتبر أن الشيخ الشعراوي والغزالي والقرضاوي هؤلاء الثلاثة الكبار كإذا افتخرنا بأهرامات مصر مش كمبنى هندسي مش عشان مقابر للفرعون يعني او لذله للشعب المصري. اذا راينا هذا فهؤلاء الثلاثه هم اهرامات الاسلام الكبيره في هذا العصر الذي يعني انا فخور ان عشت عند اقدامهم. وكان حقيقه الاحترام العجيب الشيخ القرضاوي الى الان من زمان لا يناديني باسم المجرد، وهذا من ادب الرجل. يعني تعلمت منه هذا الاحترام. نعم. فالحقيقه دول اثرت بصمات رهيبه. علاوه طبعا على علماء كبار يعني ما كانش فيه فضائيات ولا غير، لكن يعني انا بالضبط بيقولوا ايه رد علماء يعني رد جوامع يعني يعني رد مش عارف. انا تربيت هذا في هذا المنشا يعني. نعم. الحمد لله. التغيير بقى درست الزراعه ثم التوجه الى هذا البحث العلمي هو الحمد لله رب العالمين. انا في هذه الاثناء درست في كليه الدراسات العربيه والاسلاميه. نعم. والحمد لله رب العالمين وتخصصت في الفقه المقارن. فايضا صقلتني هذه الدراسه. نعم. مع انها لا ادعي انها لم تضف لي جديدا، ولكن وجهتني الى طريقه البحث في كتب الشريعه من كيف يقرا الانسان الامهات بمنهجيه، وبعدين يفهم فقه الاولويات وفقه الموازنات. والحمد لله رب العالمين يعني ارى ان ما زلت مقصرا نحو ديني، برغم انني يعني رجل يعني كما تقول مجله اجنبيه، هذا رجل يسكن في طائره يعني حقيقه كثير الجوار يعني. طب هل ده بقى اثر على الاسره؟ يعني لما حضرتك تختار شريكه الحياه وتربي الابناء، يعني هذه الخلاصه ازاي وجهتك في الاختيار وفي التربيه؟ حقيقه الامر ان اولاد اختار لي الزوجه اللي ام احمد ربنا يبارك فيها الشيخ الغزالي رحمه الله عليه. يعني ان الشيخ محب الدين الخطيب بقى عنده حفيده واحده يعني، فعايز اقول يا تلحق يا ما تلحق. وقد كان يعني كانت تدرس في جامعه القاهره قسم وثائق ومكتبات، والحمد لله رب العالمين اسره. الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله عليه ايضا احد معالمنا او ارصدتنا الثقافيه الكبيره في العالم الاسلامي. ولو كان للرجل يعني مجد لاعب كره او فنان لكان للعالم الاسلامي امر اخر. ما قام به الشيخ محب الدين في
يعني تحقيق التراث وضبط المعايير في كتب في الامهات حقيقه يعني ترك بصمه كبيره لا يعرفه للاسف الا الصفوه واهل العلم. فالحمد لله رب العالمين، يعني الزوجه ربنا يبارك فيها لها النصيب الكبير في تفريغ وقت الانسان للدعوه، لان لو لم تكن هناك زوجه تساند تصير كارثه كبيره. فالحمد لله ربنا يعني رزقني بخمسه اولاد، هم اولادي ولكن هم اصدقائي قبل ان يكونوا اولادي. مين ومين يا فندم؟ واحمد وبلال وعمار. احمد فين بقى ولاده؟ هو احمد الان يعمل وتخصصه كمبيوتر ربنا يبارك فيه، وهذا صديقي الصدوق، لانه احمد ربي في حجر الشيخ شعراوي وحجر الغزالي، والعلماء الكبار لما يتصلوا به يطمئنوا عليا يطمئنوا على احمد الاول، لانه احمد ما شاء الله بيعمل في مطار دبي في المنطقه الحره في شركه طيران خاصه. هدى خريجه اداره اعمال، ونادى خريجه اعلام. الحمد لله طلع من المتفوقات على كليه الاعلام في الجامعه الحمد لله، خلصت برضه. عندي بلال وعمار هم الصديقين الصغيرين اللي استفتنا عنهم الحمد لله، ربنا معهم ان شاء الله. ربنا يا رب يوفقك. الحمد لله رب العالمين. ربيتهم ازاي اولادك؟ هو اولا الرب هو المربي. انا بربي اولادي يعني، بس القضيه ان نحل اموالنا تكون حلال، ان نتقي رب العباد عز وجل، وبعدين الله اكرم منا جميعا. يعني انا اتفرغ لتربيه ابناء الناس، رب العباد لا يربي لي اولاد. الحمد لله رب العالمين اولادي من الصلاح والتقوى الحمد لله، يعني على وشك انه كلهم، مش مساله اتم الحفظ بس، لا مساله ان فخور انا بهم في مجالات. اذكر احمد بدرس في المانيا، وبعدين لما انتقلنا الى دبي المديره المدرسه ارسلت لي رساله بالالماني تقول اخذت الملاك الذي كان عندنا. فخور طبعا، لان انا اجد ابني ترك اثر في المانيا في مدرسته هذا المنطق والالمانيه طبعا. فيعني بفضل الله سبحانه وتعالى، طبعا الام وتفرغها. ولذلك انا يحزنني في الدول العربيه لما يكتبوا في الهويه او في البطاقه او في الرقم انها الزوجه لا تعمل. ازاي لا تعمل؟ امال العمل ده ايه؟ صحيح، امال العمل ام ده العمل الاساسي. فهو اعظم، ودي اعظم وظيفه يا خبر ابيض، هي بتنتج لنا الناس الاسوياء. والله لو اضطرت المراه للعمل احنا لا نمانع، اتقى الله. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني الزوجه كانت حتى اذكر ان رئيس الجامعه والاستاذ كان مشرف على الرساله بتاعتها دون البيت، وطيب طب تكمل، وما تكمل يا اخوان، تكمل الرساله، تعرف ان هي عندها رساله اخرى. وبعد سنتين ثلاثه جاء الرئيس القسم اللي كان مسجله معاه الرساله في الدراسات العليا، فقال يا بنتي الشيخ مش هيأذن لنا بقى بالعوده ده، قلت له انا عندي رسالتين جوه من احمد وهدى. فالحمد لله رب العالمين، فرساله خطيره جدا ان تتفرغ الام طالما ما فيش يعني ما يستدعي العمل حقيقه خارج البيت، هذه المهمه الاساسيه. فالحمد لله رب العالمين، يعني الله هو الذي يربي. لان شوف، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعدين الرحمن الرحيم. ليه؟ لان الرب يربينا برحمه. صح، ربي هو اللي يربينا، هو الرب، هو المربي. لكن احنا بس ايه، بنطلق اسباب. ليه؟ بنختار الام الصالحه، لان اولادنا الان يقول لك ايه، ناس واحده 172 سم وعينيها خضراء وعينيها مش انت هتاخد دي 8 من 10، طب وفي ناحيه الخلق 3 من 10، ناحيه الدين 1 من 10، في الاخر نهايه الشهاده راتب. طب بس هي في الاخر تصفر بذات الدين. الله يبارك فيك. بهذا المنطق. نعم. بهذا المنطق. نعم. بهذا المنطق. نعم. بهذا المنطق. نعم. اكيد كل اسره واسرتك لما بتعيش في الخارج وبتمر بظروف وتشعر بظلم بتمر عليها لحظات صعبه، اصعب اللحظات اللي مرت على حضرتك وعلى اسرتك ايه؟ هو من فضل الله سبحانه وتعالى الحق يقال، يعني جزا الله خيرا اهل الامارات وفي دبي دايما يشعروني بغربه. اصبح لنا اخوه وصداقات مع الكبير والصغير، من الحاكم من المحكوم، هم ناس بسطاء وناس محبين للمصريين حب غير طبيعي، ومحبين اكثر لاهل العلم. يعني والله احد المسؤولين مره ذهبت مع السيد الماضي، كان في افتتاح عمر، فقام باب بروتوكول تاخرت عشان امسك المقص، والله اقسم بالله قال ابويا انا قال لي ما تمشيش امام عالم. فبهذا المنطق لما يكون حاكم بهذا الشكل يقول ان هو لا يسير امام عالم، يعني حقيقه ما يعني الحقيقه ما زال، يعني حتى بعضهم يضحك يقول ان الشيخ عمر اذا راح مصر وخلاص واقام هنعمل مظاهره ومسيره. ف
فالحمد لله يعني من ساعه ما رحت والود، لان انا اول ما رحت واستقريت في دبي لم اصعد منبر الا بعد 4 اشهر عمدا. عايز ادرس الواقع، لازم الانسان يكون يعني قدر رزقه قبل الخطوه، لازم اشوف ايه طبيعه المجتمع، طبعا مختلفه عن طبيعه المصريين، ولكن هم عامه يحبون العلم والعلماء. وعلى طول من اول ما ذهبت وجعلوني معهم عضو في جائزه دبي القران الكريم، والحمد لله يعني على تواصل طيب. فالحقيقه ما اشعروش لا انا ولا اسرتي بالغربه. حضرتك كنت مقولة بتقول ان الطاعة هي اكسجين الحياة، كيف نصل الى الطاعة دكتور؟ هي اولا القلب ده ملك الجوارح، هو ده السلطان يعني. فالقلب لما يعني يضاء يعني بمحبة الله ومعرفة الله معرفة حقيقية والتدبر في الكون المسطور والكون المنثور، هذان الكونان المحيطان بها، الكون المسطور هو القرآن والكون المنثور وهو الكون المحيط بنا، اذا يعني استشعرت محبه الله سبحانه وتعالى تجد ان الجوارح نفسها تطيع شئنا ما بينا. يعني بمعنى ان يعني لما يصل الامر بالصحابه ان سيدنا علي يقول اشتقت لرؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايته في الرؤيا وبيده طبق رطب فاعطاني واحده فاكلتها ووضع الثانية فاستيقظت من الرؤيا أجد حلاوة رطب رسول الله في فمه. قلت أبشر أمير المؤمنين عمر، فراح يحكي لعمر بن الخطاب، هو لسه هيقص الرؤيا، الصلاة أقيمت. بعد الصلاة دخلت جارية صغيرة بيدها طبق من الرطب فناولتها لعمر، فوضع عمر واحدة في فمه ثم الثانية، والله إني أجد حلاوة رطب عمر كحلاوة رطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. وظل عمر يغز على الجالسين واحدة واحدة وأنا أشتهي من الطبق رطبا أخرى، ويقول لي عمر يا علي لو زادت الرسول لزدناك. هذا المنطق وهذا القلب، القلب ده مرآة، زي مرآة في إحنا عندنا في البيت نوعين من المرايا، المرآة اللي في الصالون أو المجلس أو الاستقبال دي ثقيلة وتجد فيها أنفك كما هو وعينك كما هي. مرآة اعزك الله الحمام من كثرة الضباب التي أنا فتجد ممكن عينك تروح الناحية دي ودنك تروح الناحية دي. فالقلوب هكذا، إما مرآة مجلس واستقبال وإما مرآة أخرى. الصالح من الناس هو الذي قبل أن يشير إلى عمرو بالخطأ يصلح عيوبه هو. فعاش الصحابة مشغولين طوال حياتهم والصالحون بإصلاح عيوبهم فما وجدوا وقتا لأن يعيب على الناس. كارثتنا فررنا أنفسنا للعيب على الناس فنسينا عيوبنا، فبالتالي لما انسى عيوبي اصير فرعون، ما اريكم الا ما ارى، انا رايي صحيح. احنا مش بنعيب على النظام الدكتاتوري والنظام، طب ما احنا دكتاتوريين في بيوتنا في مجتمعاتنا في اعلامنا، انا لا ارى الا، طب يا اخي اسمع للراي الاخر. الله عز وجل عندما تكلم قال لكم دينكم ولي دين، لم يقل لكم دينكم الباطل ولي دين الحق، لا لا. وعندما تكلم عن الرسالات شرع لكم من الدين، من انت مسلمين خدتوا جزء من الدين، ما وصل به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فجاب سيدنا موسى حلقه، سيدنا عيسى جاب حلقه، سيدنا محمد اغلق السلسله بالحلقه وكلها سلسله نورانيه واحده. فاحنا لو مشينا بهذا المنطق نستريح ونريح، لكن احنا في ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان يعني الذي يقود فكر الناس يعني انا يعني اذا كان بالكاميرا هذه كتالوج التي تصورنا او الساعه لها كتالوج، الانسان له كتالوج وهو ما انزله رب العباد عز وجل. فتخيل انت اذا نزعنا الدين من المجتمع، نعم علينا تخيل اعلام من غير دين ماذا يقولون على اشياء ما فيش دين، مفيش رابط عنده من غير دين ولا من غير اخلاق؟
لا هو احنا نتفق على الاخلاق كقاعده اساسيه. لا اصل شوف احنا بنتكلم عن مصر. مصر متدينه بطبيعتها، المسيحي مرتبط بكنيسته والمسلم مرتبط بالامر ده، وان كان ياتي غبار احيانا لكن دي طبيعه المصري. تمام، طبيعه المصري. تمام. يا مؤمن عزك الله النصر يروح يسال يقول يا رب نصر، الفطره في دمه، يعني فطره الدين يستر في ايه؟ غيره بيقدر. نعم، فالخلق اصل شوف دين من غير خلق ايضا تصير مصيبه، تصير مصيبه. يعني واحد عنده دين بس ما عندوش خلق دي كارثه. ليه؟ لانه هياخد الدين زي بالضبط اللي بيحفظ القران فقط، ويحفظ بعد ما ياخد القران ما مش فاهم ولا يتدبر فيه. طب لا تدبر، مجرد كسب يجي على الواقع يحط الايات في غير في موضعها. يعني واحد في المانيا من السنه الماضي، يعني عربي الاصل يعني، فانجب ولد. خير يا ابني سميته ايه؟ سميته سقاوي. سقاوي يا ابني، هذا في القران قال سقاوي، قال سقاوي الى جبل. فلما قال سقاوي يبقى ده واحد سقاوي هو اللي قال. فهذا واحد نظر في المصحف ولم يسال. فاذا نظرنا في المصحف وحفظنا المصحف، فلما تتصور انت اعلامي، لا يعني شكسبير يقول ايه؟ يقول لولا الله لخانتني زوجتي وسرقني خادمي وقتلني ولدي. يعني سبحان الله، يعني من الرجل ده من غير سبحان الله. ويلي يورانت يقول قرأت 52 مدنية وحضارة وجدت انها انهارت عندما انهار فيها الجانب الخلقي، لان الخلق عندنا في الاسلام مش فضيلة. الناس اصلا فكر ان الخلق فضائل، الخلق فرائض، الخلق فريضة مش فضيلة. مش انا اتفضل عليك ابتسم في وجهك، ده لانه مفروض علي، مش اتفضل عليك ان انا ادخل عليك السرور، لا انا مفروض علي ادخل عليك السرور، لانه محرم علي ادخل عليك النكد. ان من ادخل بؤسا او حزنا على بيوت المسلمين ادخله الله في وادي يسمى وادي كذا في جهنم، وده وادي مليء، طبعا هيكون مليء باللي بيدخله، ده مش حزن على بني ادم، ده بيحزن امة باسرها. فانا مش اتفضل عليك ان 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 احفظ غيبتك وانت لا، مش اتفضل، ده فرض علي. فالخلق في الاسلام فرائض لا فضائل، ودي مهمه. لان الناس تفكر ان والله ده بيتفضل، ما تفضلش عليه، ده انا مفروض على ان اعلم بما يرضي الله، مفروض فرض. زيها بالضبط زي ايه؟ زي يعني دي فرائض غائبه غابت عن مجتمعنا. يعني ان يخون بعضنا بعضا، ان يغتاب بعضنا وان يهون بعضنا من شان بعض. ولذلك انا مشفق على الاخوه اللي واخدهم الحميه ونازلين يعني سلخ في التيار الاسلامي. انا خايف ان يكون هو مش واخد باله، يكون هو بيكتب في الاسلام مش واخد باله، يكون هو في يعني في قلبه مرض نحو الاسلام نفسه. هنا الخطوره، لا يراجع نفسه. لان انا لما اشتم مسلم فيها هوا، لكن لما ادخل على الدين ده ما فيهاش هوا، وان ادعى انه ما ينفعش. طب وليه طيب ليه؟ ما هو الانسان سبحان الله العظيم لما يعني قلبه يضيء كالمرآة الصقيلة فينعكس عليها الـ النور الإلهي سبحانه وتعالى، جوارحها تعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. بس إذا كنا نتكلم على الدين والمتدين، هل أنت من الذين يوافقون على فكرة أن رجل الدين يعمل بالسياسة؟ هو شوف يعني أنا شخصيا لا أحب أن أعمل بالسياسة. كان اسمه محمد عبده يقول لعن الله ساسة ويسوسة ومسوسة وسائس. والسياسة تقوم على اللف والدوران والخبث والدهاء، واحنا كعرب من زمان من ايام الخلافة الراشدة قتل عمر وقتل عثمان وقتل علي، لان احنا ما نفهمش السياسة. حتى يعني الامير المؤمنين له حارس واحد حتى ياخد باله منه، لكن ثلاثة يقتلوا من الاربعة، وثلاثة من ايه؟ من العشر المبشرين. يعني انت فالسياسة يعني سبحان الله، يعني حتى وصل الامر الى ايام عمر مكرم وكان من الواجب يتولى حكم مصر، الراجل على الاعلام راح جاب محمد علي، وده راجل مستورد. المصريين طيبين والله، راجل الباني تركي قعد على الكرسي وانجب ناس وسماهم ملوك، وسبحان الله الخديوي والخديوي والملك والملك، وحكمونا رجحا من الزمن. شعب طيب والله، شعب يعني ندعم به ازاي ده؟ هو طيب، مش طيب ساذج، لا هو ساذج وساكت الى حد ما. لكن انت تتهمه وتقول له والله اصل ده شعب يعني بسيط، مين ده بسيط؟ مين ده بسيط؟ الاكثر شعوب عبقريه في التاريخ هو الشعب المصري. تقرا وجهه، والشعب الذي مقروء الوجه شعب عبقري. في شعوب غير مقروءه الوجه.
مصر فيش كده، ما تعرف هو زعلان وانك راضي بيك، لا الشعب المصري ده محبب محبب. فعالم الدين يعني اذا اراد ان يعمل بالسياسة يجب ان يفقه الواقع اولا، فاذا لم يفقه الواقع اضر بالدين وبالسياسة. لازم يعرف واقع المجتمع اللي هو فيه، بمعنى يعني وفد نجران لما دخلوا الى المسجد النبوي ما لسه ما استموش ولا غيره، كانوا فاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا داخل المسجد، صلوا صلاتهم جهة المسجد الاقصى وتركهم في النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الاموي لما عملوا عبد الملك بن عمر كان فيه جزء للنصارى يصلون ناحيه المسجد الاقصى والمسلمين بيصلوا ناحيه قبله الكعبه، وتركهم عبد الملك بن مروان. يعني ما عندناش العقد ونتيجه عدم فهم الواقع تصير مصيبه. يعني وكان من اكثر الناس فهما للواقع في تاريخنا الاسلامي عمر بن الخطاب. جاء اربعه من العبيد سرقوا ناقه بتاعت اعرابي جاي يزوروا المدينه. فجاء الاعرابي امير المؤمنين جاء من اليمن، واربعه دول سرقوا تعويذتهم ذبحوها وبيصدخوا فيها. تعملون عند من؟ نعمل عند المطعم بن عدي. جاب المطعم، تعالى مطعم. بكم ناقتك يا عربي؟ قال له بمئة. قال يا مطعم اعطيه 200. قال مطعم يا امير المؤمنين انا لا امرت ولا رضيت ولا اكلت ولا سرقت، ادعتنا. قال يا مطعم تشغلونهم ثم تجيعونهم، والله لو سرقوا مرة اخرى لقطعت يدك انت. فانظر الى عمر وفهموا لإقامة الحد. يعني وراح على فين؟ راح على المنبع. راح على احنا نعالج في مشاكلنا الاعراض ولا نعالج الامراض. فاذا عالجنا الاعراض طلع عرض تاني وعرض تاني. طب صداع، صداع دي منين؟ تاخد اسبرين الصداع يرجع صداع تاني، يبقى عيني وجعني، يبقى في ان فهم الاعراض لا تعالج. فانا اربى بالعالم ان يعمل بالسياسه الا اذا كان فاهما للواقع، حتى اذا اراد ان ينزل نصا. واحنا اصلا ضد الحكومه الثيوقراطيه، الحكومه الدينيه التي شوف انا ضد من يقول انا احكم بالحق الالهي. ما فيش حد يحكم بالحق الالهي، ده كلام مش وارد. احنا عايزين نفهم الفقه ونفهم الواقع وننزل النص على الواقع. انا استريح، كلنا استريح، مسلمين ونصارى وكل التيارات تستريح، بس متى؟ عند فهمنا لواقع الامه. فين الاولويات؟ انت الان تتكلم لي يقول لك طب هتعملوا في الحدود، حدود مني يا عم؟ احنا 50 مليون مش عايزين ناكل، اكل الناس، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. ما قالوش انزل عليكم محمدا، لا، ده من على قريش بانهم اطعموا من جوع وامنوا من خوف. ما قالوش عن الدين، اكلهم اطعمهم وامنهم وخلي الفرص متساويه، وساعتها الناس بطبيعتها سوف ترفض الرشوه وترفض المحسوبيه وترفض الفوضى. كلام عن مش عارف الخمر، واحنا فينا كم سكين خمر يعني؟ الكلام يا جماعه في اشياء ثانويه لا يجب الحديث فيها. غلط. يعني دي تنزل من المستوى، تنزل من احنا يجب ان الله يحب من الامور اعاليها. شوف فقه الاولويات، احنا عندنا ايه؟ عندنا ازمه اقتصاديه. شوف ايه؟ يبقى اذا بدل ما الاعلاميين والناس الصفوه الذين يصفون نفسهم هكذا يعملوا بقى اجتماعات والاحزاب، ونعمل دراسه منهجيه لاخراج مصر من كبوتها الاقتصاديه، من كبوتها السياسيه، من كبوه العشوائيات والفوضى والى اخره، ساعتها كبوه التعليميه. يبقى اذا احنا بنعمل الدوله. لكن اما هذا نتراشق الشتائم وبعدين. لكن هل تشعر حضرتك ان في بعض التيارات الدينيه التي وصلت الان الى مقاعد في البرلمان تغذي هذا التيار او تغذي هذا الشعور لدى البعض بفكره تصور معين للسياحه في مصر، تصور معين لشكل المعاملات بين الناس في هذا الاطار؟ هل ترى ده؟ اولا انا ارى والله اعلم ان ينزلوا اولا الى المعترك السياسي، تمام؟ وبعدين قبل اصدار قرارات واراء لا اقول فتاوى، ما لهاش دعوه بالفتاوى، الفتاوى دي يكون واحد استاذ في فقه الواقع. واحد مثلا انا ارى الوحيد الان الذي يستطيع ان يفتي في فقه الواقع حقيقه الشيخ خرباوي. اما غير هذا انا ما عنديش عالم يقدر يفتي في الفقه، ده رجل ذو يعني موسوعي الفقه، عارف متى يقول ومتى لا يقول. لكن المهم طبعا الناس قد يختلفون ويتفقون، الناس اختلفوا على وجود الله عز وجل والعياذ بالله رب العالمين. لكن انا اقول انه قبل ان يصدر احكامه يدرس الموضوع من جميع جوانبه، زي بالضبط المعركه والاستراتيجيات العسكريه. يدرس كل شيء، انت عندك تموين كافي، عندك سلاح كافي، ايه قوه العدو، نفس القضيه، ايه الوضع؟ ايه الاولويات؟ احنا نعمل ايه الاول؟ يعني ما ينفعش ان البيت تهدم والزلزال اطاح بي ارضا وانا مختلف معاك على وضع ساعه الحائط تحطها في اي حائط. هو فين الحائط؟
صحيح. هات الجدار واثن الجدار ووصل الكهرباء وبعدين في الاخر هنحط المسمار بتاع الساعه. لكن قبل ذلك ده كلام يعني يسموها ايه، كان جي علينا مده من الزمن في العصر اخر العصر الاموي وبدايه العباسي مع عصر الرفاهيه العلميه. الرفاهيه العلميه دي ايه؟ دي الاسلام استتب وانتشر والفتوحات شغاله والناس كلها تخرج مع عمر بن عبد العزيز يجدوا يدوروا على الفقير من اللي انت ربنا يبارك فيه ويجعلك وسيله خير لهم في يعني بيبحثوا عن فقير واحد ياخذ الزكاه فما وجدوا. فاستتب فالعلماء كانوا طبعا كانوا ناس عن الصدق هم صادقين، كانوا عن الامانه هم امناء، على العمل كلهم بيشتغل، على الاقتصاد ما شاء الله عمر بن عبد او هارون يقف في شرفه القصر في بغداد ويكلم السحابه امطري او لا تمطري فسوف ياتيني خرج. فبدا العلماء ينشغلوا في الرفاهيه العلميه، يقول لك اغسلوا وجوهكم. طب ما عمر بن الخطاب غسل وجهه وابو بكر غسل وجهه وعلي غسل وجهه، فيجي الفقيه يقول لك ايه ما هو الوجه؟ يبقى ايه ندخل في دوام الوجه من منبت الشعر الطبيعي الى اسفل الذقن وما بين شحمتي الاذنين. الله بيسموه التوضيح الواضح. ويجي تحت في الهامش يقول لك ايه، وقال الفقيه من منبت الشعر الطبيعي، لان ربما المتوضئ يكون اصلع فلا يعرف الكلام العجيب ده. فاحنا دخلنا في دوام، فاحنا عايزين نتشبه. طب والله الرفاهيه العلميه دي كانت في مكانها، لكن الرفاهيه الكلام في سفاسف الامور دي لا ياتي بنا الى الامام. بعض الطيارات تتعامل مع الاخر مع الاخوه المسيحيين بشيء من التشدد. وصل البعض منهم حتى رفضوا التهنئه في اعياد الميلاد بمجرد تهنئتهم بالبلايين. مولد سيدنا عيسى كمولد سيدنا محمد. انا اعلم انك كان لك موقف من الاخوان وكنت تقول دائما انا مش عايز الاخوان المسلمين يعملوا حزب سياسي. هذا والله عيب كبير ان يشتم جميعنا لان احنا شعب جاهل. لو عنده اهميه سياسيه لا داعي لان يصعد على الفضائيات ويقول كلاما نحن عندما نريد ان ندافع لا نجد ما ندافع به. الصراعات التي تقال انها سوف تشهدها قاعات البرلمان ما بين الليبراليين وبين الاسلاميين، كيف تراها؟ انا اخاف ان هو يكون موقفه من التيارات الاسلاميه يكون موقف من الاسلام بس. التيار الاسلامي اذا كان بيعمل ضد مصلحه مصر انا مش هنتفق. طب تقول الاعلاميين اتقوا الله في بلدكم. كيف تقيم اداء المجلس العسكري خلال الفتره الماضيه؟ في سته عقود نريد اصلاح في سته اشهر. ده احنا يعني ما ده اليابان نفسها بتعرف تعمل كده. اظن حضرتك من اكثر الناس الذين عانوا من مباحث امن الدوله في السابق. يعني يا رب والله هؤلاء اناس يعني بفضل الله يعني اعطاهم الله الغباء ملكه.